عليكم متتبعات الغاليات، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. بالنسبه للفيديو ديال اليوم، فحبيت انني نتقاسم معكم وجبه غداء اللي كتجي رائعه جدا، فيلي السمك بالخضر اللي تيكونوا طيبين في الفرن كيف ما كتلاحظوا. فوجبه اللي كتكون رائعه جدا، اهم شيء البنات انها صحيه. فإلا بغيتوا تعرفوا على المقادير وعلى طريقه التحضير فابقوا معايا الى نهايه الفيديو، فرجه ممتعه. ونبداو على بركة الله. اول حاجة غادي نحضر هي الشرمولة. كيف ما كنعرفو ان السمك كيبغي الشرمولة وتيبغي التومة، كيبغي يعني توابل السمك. فاول حاجة غادي ندير هي غادي ناخد قزبر ومعدنوس، واحد الكمية اللي تكون معقولة. غادي نحتاج ايضا فصوص ديال التوم، غادي نحتاج الفلفل الحار او السودانية او الغويزية، كل واحد باش كيسميها. غادي نحتاج نصف بصلة وعصير الحامض. وهنا البنات في آلة كهربائية غادي نطحنوا جميع المكونات مع نصف كأس ديال زيت الزيتون. فهنا ما غاديش نستعملوا في هذه الوجبة هذه نهائيا زيت نباتية، فقط غادي نحتاجو زيت الزيتون. غادي نوضعو جميع المكونات في العشوار وغادي نطحنو هذا الخليط هذا اللي غادي نحتاجوه. غادي نتبلو به السمك وحتى الخضر. هنا غادي نضيفو نصف كأس صغير ديال زيت الزيتون. وهنا البنات غادي نضيف كأس صغير ديال الماء لهذا الخليط هذا وغادي نعاودو نطحنوه. الخليط ديالنا من بعد ما تطحن كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نمر باش نضيفوا له باقي التوابل. التوابل اللي غنحتاج هي الملحه، الابزار، سكنجبير، الخرقوم، التحميره، الكمون. وغادي نحتاج ايضا القزبر يابس مطحون. غادي نحتاج صلصه الحاره اختياريه، ممكن انكم ما تضيفوهاش، لكم الاختيار. وغادي نضيف بالنسبه فقط للبطاطس غادي نضيف ليها صلصه لاموتارد، فهي كتعطيها البطاطا ديالنا واحد اللذه زوينه والملون الغذائي. غادي ندمجوا جميع المكونات مع بعض. الخضر اللي غادي نرافق الفيلي السمك ديالي، انا اختاريت الدجاج، البطاطس والفلفله حمراء وخضراء. نتوما لكم كامل الحريه الاختيار انكم تختاروا اي نوع كتفضلوه في الخضر، اي نوع متواجد عندكم، يعني ماشي تقيدوا بهذا النوع اللي عندي انا. فانا ديجا دايره ليهم مليحه مع زيت الزيتون والشرموله هي ديرها واجده. غادي نضيف الخضر ديالي القليل من هاد الشرموله هذه، وكيف لاحظتوا البطاطا فانا ضفت ليها لاموطارد. فغادي نضيف لكل نوع ديال الخضر غادي نضيف له الشرموله، يعني القياس الكافي اللي غادي يتبل لي الخضر ديالي.
قولي البنات هاد التسبيله كتجي رائعه، كتجي زوينه، وداك التوم مع زيت الزيتون كيجيو مواتين مع بعضياتهم. هنا من بعد ما تبلت الخضر ديالي على هاد الشكل هذا، الباقي ديال الشرموله غادي تبل فيه السمك. فهنايا بالنسبه للسمك انا عندي فيلي ديال الكوربينا، يعني تقدروا ديروا اي نوع ديال السمك عندكم كيف ما كتلاحظوا. غادي نتبلوه، يستحسن البنات بالنسبه اي نوع ديال السمك او لا لحم او دجاج انكم تبلوه بواحد المده زمنيه اللي تكون طويله، نهار او ليله كامله، باش يشرب لكم هذيك التتبيله. الطاوله اللي غادي تدخل الفران غادي ندير فيها ورق الزبده، وغادي نحط فيها ورق الالومنيوم اللي غادي ندير فيه الفيلي ديالي بهذا الشكل هذا. غادي نغطي عليه، وبنفس الطريقه غادي نديرها حتى الخضر ديالي حتى هي غادي نغطيها بورق الالومنيوم، وغادي ندخلها الفران درجه الحراره 250 ومده ديال الطياب ساعه. من بعد ما ضابط الخضره ديالي تقريبا مده ديال 50 دقيقه خرجتها من الفران، وغادي نخليها تحمر مده ديال 10 ديال دقائق. بالنسبه للفيلي فانا زولت له البابي الومنيوم، وغادي نخليه يتحمر مده ديال 10 ديال دقائق. فبالنسبه للمده الزمنيه ديال الطياب هاد الخضر هادي مع الفيلي ديال السمك فخدت لي 50 دقيقه و10 ديال دقائق. غادي نحمر فيها هاد الخضر هادي مع هاد الفيلي هذا. بالنسبه للسلطه البنات غادي نحتاجوا ليها لافوكا، الخيار، طوماط سوريز، علبة ديال الثوم مصفاة من الزيت، وغادي نحتاج ايضا المايونيز، الملحة، الابزار، وغادي نحتاج قطرات من الخل. فغادي نمزجوا المكونات مع بعض. هاد السلطة البنات كتجي لذيذة بزاف، كتجي صراحة رائعة، يعني تقدروا ترافقوها بزاف ديال الوجبات. فبالنسبه لسلطه خوي او لا سلطه الفواكه فانا اختاريت بعض الفواكه الموسميه بحال القرموس، العنب بنوعيه، الخوخ، الشهديه، البرقوق حتى هو بنوعيه، الكيوي، المشماش، البعويد، البنان، التفاح، يعني انتما وعلى حسب الرغبه ديالكم. وغادي نحتاجوا هذول لا سبراي لاختياريه، يعني هاد لاكريم تقدروا انكم تستغناو عليها. وجبة الغداء ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا، كتجي رائعه لذيذه. اهم شيء انها ما كتاخذ ليناش بزاف ديال الوقت كيف كتلاحظوا، مزيج ما بين خضر وفواكه و يعني لحوم. فتبغي نقول لكم ما تنسونيش من لايك ديالكم، التعليق ديالكم الرائع اللي كتزيدوا تشجعوني بها باش انني نتقاسم معكم المزيد والمزيد من الوصفات ان شاء الله. تبغي نقول لكم شكرا على المشاهده، والى الفيديو القادم ان شاء الله.